الحمد لله احنا تنمثلوا الفلاحة وتنمثلوا في الغرفة الفلاحية وكفلاحة كمهنيين، وحنا جد مسرورين بهذا اليوم الدراسي اللي احنا شحال هادي وباغيين بحال التظاهرات يكونوا في اقليم شتوكا اتباها اللي ديما تنطلبوا بهم على التوعية ديال الفلاحة وعلى المشاكل والإكراهات اللي تعيشها الفلاح في إقليم شتوكا إتباها، وديما تنطلبوا بهاد الشراكات ما بين الغرفة الفلاحية والمصالح اللي تتختص في هذا المجال ديال الفلاحة. جينا لهذا سميتو الندوة هذه باش نشاركوا في هذا النشاط هذا اللي نظمتوا الغرفة الفلاحة الشكا الغرفة الفلاحية سميتو الجهة ديال أسوس مسا. المهم بالنسبة لسميتو الموضوع، موضوع هو حول الطاقة وسميتو التحسيس بالكيفية ديال الاقتصاد في الطاقة وكذا، يعني انه سميتو جينا فعلا انه نشاركوا ونستافدوا فعلا، انه نحن في حاجة مس لهذا المبادرة اللي قامت بها الغرفة مشكورة. كما كتعرفوا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أسوس مسا كيرافق هذه القافله في المراحل ديالها، كيرافقها في الاقليم ديال طاطا، ورافقها في الاقليم ديال تالودانت، ورافقها في الاقليم تيزنيت، ودابا الحمد لله حنا في الاقليم ديال شتوكا يتباها. كان نوضحوا للفلاحه والكسابه المساطير ديال هذا الشيء ديال الدعم ديال الدوله في اطار مخطط المغرب الاخضر. كما كتعرفوا كاين الدوله مدعمه الحمد لله القطاع الفلاحي فيما يخص الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وفي المشاريع ديال التجميع، مشاريع ديال المشروع ديال السقي بالتنقيط. الحمد لله كاين دابا الاعانه ديال 80% 100% بالنسبه للفلاحه. فالحمد لله حنا كنرافقوا هذه القافله هذه باش نوضحوا للفلاحه سميتو الكيفيه ديال الاستفاده من الدعم ديال الدوله، وكذلك تبسيط المساطير ونوضحوا للفلاحه النقاط اللي هما عندهم ما مفهوميش في هذا الشيء في الاطار هذا. وشكرا.